السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نرحب بكم. محاضرتنا اليوم الايسوتونيك سوليوشن. قبل ما ندخل على تفاصيل الايسوتونيك سوليوشن، الايسوتونيك سوليوشن محاليل مجموعة من المستحضرات الدوائية الصيدلانية اللي نحتاجها لعلاج الأمراض، منها المغذيات اللي نعطيها للمريض بالمستشفى اللي بيها عدة أنواع، نورمال سلاين، الدكستروز، تقريبا كل الاي في فلويد. شنو قصدنا بالاي في فلويد؟ هو الانترافينيوس فلويد، المغذيات اللي نعطي للمريض في حالة عن طريق الوريد لازم تكون ايسوتونيك. كذلك قطرات العيون، من الشروط الرئيسية لقطرات العيون تكون ايسوتونيك. ما معنى ايسوتونيك؟ ايسوتونيك جاي من كلمة ايسو يعني مساوي، ايسوتونيك يعني the same tonicity. The same tonicity ويا من؟ ويا البيولوجيكال فلويد اللي هو البلد، الدم، نفس التونيسيتي مال الدم او الدموع، دموع الانسان اللي هي نسميها تيرز. فلكي نفهم ما معنى الايزوتونيك سوليوشن، that solution have the same tonicity of the body fluid. زين، راح اعرض لكم فيديوهات اثنين لمعرفة التعرف على مصطلح الايزوتونيك والهايبرتونيك والهايبوتونيك وعملية الاوزموزيس، وبعدين راح نرجع نشرح لكم اياها.
الفيديو الثاني يوضح الفرق بين الديفيوجن والأوزموزز. تشوفون نسوي تجربة عملية، إذا جبنا هذا الكونتينر وخلينا السوليوت اللي هو هاي كونسنتريشن بجهة معينة، فترانسبورت اوف سوليوت فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن نسميه ديفيوجن. بينما الأوزموزيس لازم عندي سيمي بيرميابل ممبرين، عندي تو كومبارتمنت، فجهة يكون كونسنتريتد ان ذا سوليوت هاي وجهة يكون ديليوتد، فالووتر موليكولز ويل موف حتى يعادل التونسيتي، فتشوفون الفوليوم يزيد، هذا نسميه الأوزموزيس بروسيس، والبريجر ذات ريكواير تو ستوب ذيس بروسيس كولد أوزموتيك بريجر. اوكي نرجع، اذا الاوزموزيس حتى نتعرف عليه هو ديفيوجن اوف سولفنت، اذا هنا سولفنت مولكيول الووتر مولكيول هو اللي راح يتحرك ثرو سيمي بيرميبل ممبرين، اللي هو معظم السيل ممبرين هو سيمي بيرميبل ممبرين، فروم ليس كونسنتريتد سوليوشن انتو مور كونسنتريتد سوليوشن. يعني احنا من نحكي على ليس كونسنتريتد معناها اقل سوليوت. زين الأوزموتيك بريشر، the pressure that must be applied to the side of concentrated solution to prevent the flow of a pure solvent into the solution is called osmotic pressure of solution. إذا شفتوا الفيديو الأول وضح الفرق بين الايزوتونيك solution والهايبرتونيك solution والهايبوتونيك solution. الحقيقة إذا نأخذ تجربة أخرى بسيطة، RBC هي أصغر خلية حجمها الكريات الدم الحمراء 10 ميكرومتر، إذا خليناها محلول إلى نفس التونسيتي، فالموفمنت أوف ووتر إنسايد أند أوتسايد راح يكون متساوي إكوليبريوم، فلذلك ما راح يصير شيء بالسيلز، تبقى طبيعية. بينما إذا خليناها بالهايبرتونيك سوليوشن، تشوفون شي يصير، الووتر موليكولز راح تطلع من الانسايد انتو ذا اوتسايد، حتى اللي راح يصير هذه الاوزموزز. زين فشي يصير، راح يصير شرينكج اوف ذا سيل، شرينكج اوف ذا سيل. العكس بالهايبرتونيك سوليوشن، الموفمنت اوف ووتر راح يكون اكثر الى الداخل، ليش؟ حتى يعادل الأوزموتيك بريشر، فيدخل من اللو كونسنتريشن إلى الهاي كونسنتريشن، فشي يصير إلى أن تنتفخ الخلية ويصير رابتشرينج. شنو أهمية الأوزموتيك بريشر؟ قلنا البيولوجيكال فيو، ريد بلاد سيلز ار سيمي بيرميبل ممبرين. The effect of osmotic pressure on red blood cell can be demonstrated by this example. هذا اللي حكينا عليه. قلنا فمثال على الايزوتونيك سوليوشن، الحقيقة شافوا بالتجربة من خلال التجارب انه 0.9% صوديوم كلورايد هو سوليوشن ايزوتونيك with the biological fluid. with the blood. زين فأكثر من 0.9 يصير شنو، يكون هايبرتونيك. فجينا سوينا تجربة هاي اللي شوفنا لكم الفيجر مالتها، الهايبرتونيك سوليوشن مثل 5% صوديوم كلوراي سوليوشن، نجيب ال RBC ونخليها بال 5% صوديوم كلورايد. The water in the RBC will then pass through semipermeable cell membrane into saline solution. المحلول اللي يحتوي على صوديوم كلورايد نسميه saline solution، بس السلاين المتعارف عليه بالمستشفيات وبالصيدليات هو normal saline. النورمال saline يعني 0.9% صوديوم كلورايد. The cell will consequently experience loss of water will shrink. بينما إذا خلينا أقل من 0.9 0.2 صوديوم كلورايد، فهذا يكون هايبوتونيك سوليوشن، lower osmotic pressure، the water
from the solution will penetrate through the cell wall into inside the cell causing them to swell. تنتفخ إلى أن تنفجر. It's a rupture. فيصير release of hemoglobin. This called hemolysis أو مثل ما شفتوا بالفيديو يسموها plasmolysis. إذا نعيد التقسيم solution إلى hypertonic, a solution with a greater concentration of solute outside the cell compared to the concentration of solute inside the cell. For more water in the cell, over the time the cell lost water. هذا بالhypertonic solution. الhypotonic solution, a solution with a lesser concentration of solute outside the cell compared to the concentration of solute inside the cell. إذن less water in the cell, more solute مع الوقت. Over the time, a cell gains water. يعني يدخل لها المي إلى أن تصير swallowing وتصير rupture. The isotonic solution, a solution with an equal concentration of solute outside the cell compared to the concentration of solution inside the cell. No change in cell volume, يعني net movement, الحركة المتكافئة من دخول المي وخروج المي, المحصلة النهائية راح تكون no change. مو ماكو دخول أو خروج المي, لا موجود دخول وخروج, الدخول المي يساوي الخروج. Example, single human red blood cell is placed in 0.9% saline. إذا من خلال التجارب اكتشفوا 0.9% sodium chloride in water هو isotonic solution. إذا the isotonic solution cause no swallowing or contraction of tissue which they come in contact and produce no discomfort. فلذلك إذا خلينا normal saline كقطرات العيون أو بالنيزل أو اعطيناه IV fluid intravenous عن طريق الوريد, فرا ما راح يصير عندي لا rupture ولا hemolysis ولا يصير shrinkage ولا يصير swallowing. فلذلك ما يحس, تشوفون بعض قطرات العيون تحرق العين, السبب هو انه not isotonic. في بعض الاحيان الصناعة الدوائية والصيادلة الصناعيين ما يقدر يحصل على isotonic كامل, فيسوي قريب التونسيتي من التونسيتي of the body. لذلك تشوفون بالبداية فقط يحرق العين, بعدين الايز accommodate تتعامل وياه tolerate this discomfort. The solution has essentially the same salt concentration and same osmotic pressure as pharmaceutical buffer must usually be isotonic. هل ده نحكي كل المستحضرات الصيدلانية اللي تنطي للجسم should be isotonic. How we measure the tonicity? First quantitative method, الطريقة حتى نقيس التونسيتي, الطريقة واحدة من الطرق تعتمد على that depend on the principle that hypotonic solution liberate oxyhemoglobin, مقلنا cell rupture in direct proportion to the number of cell hemolyzed. By such means the Van't Hoff I factor, ال Van't Hoff factor اللي أخذته يا دكتورة إيمان بالsolution of electrolyte can be determined. The second approach is the relationship between Van't Hoff I factor مع الoxyhemoglobin, راح يعطينا في relationship يعطينا التونسيتي. The second approach used to measure the tonicity is based on any method that determine colligative property. Colligative property أخذتوها اللي تتعلق بالsolution اللي هي أربع colligative properties, هي physical properties related, mostly related to the solute. إذا تتذكرون فإحنا راح نستفاد من هذه الـ relationship, من العلاقة بين الـ colligative property والـ content of solute. زين, فنستغلها للحصول على الايسوتونيسيتي. واحدة من الـ colligative property هو
اللورينج ان فريزنج بوينت. اللورينج فريزنج بوينت شافوا، جابوا الدم وجابوا اللاكريمال فلويد، هو الدمع، الدمع العين، شافوا هذا الليكويد عند لورينج بالفريزنج بوينت ماينس 0.52. زين، شافوا كذلك ال 0.9% صوديوم كلورايد اللي هو ايزوتونيك هم له the same colligative property. اذا نقدر نستغل هذه الصفه ونقول انه البلاد واللاكريمال فلويد عند هذه القيمه لل colligative properties اللي lowering بالفريزنج بوينت. انتم تعرفون بالcolligative property كل ما يزيد الصوديوم كل ما الفريزنج بوينت ديبريشن، يعني نزول الفريزنج بوينت راح يكون اكثر. زين، اذا نقدر طبعا ال 0.9% هو اعتبر ستاندر، هو عند كذلك لورنج بالفريزنج بوينت ماينس 0.52، والبلاد الى لورنج فريزنج بوينت ماينس 0.52، وكذلك اللاكريمال فلويد. How calculate the tonicity using LISO value? LISO value الحقيقة هو modification of Van 't Hoff expression of freezing point. تذكرون إذا أخذتوا بال freezing point depression وصلنا إلى معادلة الدلتا تي اف change بال freezing temperature يساوي I في KF في المولاليتي أو المولاريتي. فالمولاريتي ممكن نعوضه باي مولاريتي الام نعوض سي. بعدين يقولون بما انه الاي هو كونستانت والكي اف هم كونستانت، فليش نخلي تو كونستانت؟ نشيل الاي والكي اف ونعوض عنه بال، اذا صار دلتا اف يساوي ال في سي. زين، اذا صار موديفيكيشن لل فريزنج بوينت ايكويشن يوزنج فان ت هوف اكسبريشن. هذا طبعا تتذكرونه هو فور سوليوشن اوف الكترولايت. ال فاليو كومبيوتد فروم اكسبيرمنتال داتا فور دراج اتس فاريز وذ ذا كونسنتريشن. شافوه من خلال التجارب، قاسوا ال ات كونسنتريشن اوف دراج بتركيز اللي الدواء يكون بي ايزوتونيك with the body ال ال سموه ال ايزو، ال ال فاليو سموه ال ايزو. زين، فلان احنا دا نحكي ويا يعني mostly with solute، فنحسبة ال ال ايزو for non electrolyte يساوي 0.9 مثال السكروز مثال عليه. ال ايزو فور ويك الكترولايت يساوي 2 فور اكزامبل زنك سلفيت. ال ايزو فور يونيفالنت يعني هذا تكافؤ احادي الصوديوم والكلور يساوي 3.4. فور يونيفالنت دايفالنت مثل الصوديوم سلفيت يساوي 4.3. فور دايفالنت 4.8 مثل المغنيسيوم سلفيت. The LISO can also use for calculating of sodium chloride equivalent in separable V value. هذين تو ميثود راح نشرحها ان شاء الله المحاضرة القادمة، طريقتين لحساب كيف نحصل على isotonic solution. ناخذ مثال تطبيقي على lowering بالفريزنج بوينت. Example: What is the freezing point lowering of 1% 1% solution of sodium propionate المولكيولار ويت مالته 96. Because sodium propionate هو univalent electrolyte ال ايزو مالته 3.4. The molar concentration of 1% solution تعرفون المولاريتي يساوي number of moles باللتر الواحد يساوي الويت number of moles يساوي الويت على المولكيولار ويت. فالمولار كونسنتريشن اوف صوديوم بروبيونيت هو 0.104. اذا دلتا اف شي يساوي ال في الكونسنتريشن، مولار كونسنتريشن ال هو 3 ال ايزو، طبعا ال ايزو يساوي 3.4
ال concentration point 104، فال lowering بال freezing point راح يكون 0.35. مرات نخلي الناقص مرات ما نخلي. المقصود بالناقص هو ال lowering is good عن ال عن ال freezing point الرئيسية. اوكي، method ال method for adjusting of الميثود اوف ادجستنج تونسيتي، كيف نحسب نحصل على ايسوتونيك سوليوشن؟ نخليها للمحاضرة القادمة ان شاء الله. نتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله المحاضرة القادمة.